رجعنا تاني للتكنيكات اللي تنفع ولا ما تنفعش من اي كلام. في فيديو هحطه لكم دلوقتي. اتحرك رجلي كده وارمي رجلي الارض. الراجل بيتكلم في تكنيك طعن. خلاص انا من هنا انت بتطعن. هل طيب لما بتبقى ناس صغننه جايين بنتعلم تاتا تاتا ازاي نتحرك، هو نازل بقول له ايه، انت هتاخده من بره وهتلف، ما ينفعش تخش جواه، مش عصايه، لا مش عصايه تخش هيطعنك. انما لما باجي اتكلم بجد، لما باجي اتكلم بجد الراجل ده بيطعن. لو انا عملت كده هو هيطعن. طيب لو انا عملت كده هو هيطعن. يبقى زي ما اتفقنا في كل الفيديوهات، انت لازم تبعد عن السلاح وتبعد السلاح عنك انتوا الاثنين مع اتيمي ضرب. فالراجل ده نازل هتطلع وتضرب من هنا، هتضرب وتضرب تضرب تاني. واحد اثنين بسرعة، اثنين تاني أسرع. أنا هضرب لوكك. ها تعالى هنا، ماشي من هنا انت نازل. تاني مرة أخيرة، معلش مرة أخيرة، مرة أخيرة، مرة أخيرة. واحد اتنين ده اهو، ما ينفعش اخد السلاح من هنا عشان كده هتتقطع. اتفقنا في فيديو من الفيديوهات ان انت بتعامل اي سلاح انه مسنون من ناحيتين، فالسلاح بيتاخد من المقبض بتاعه. اشتط عندك واحد اتنين تلاتة، ممكن انت تثبته شخصيا انت وظروفك بقى، تمام. انما ان انا اعمل اي حاجة وهو بيطعن تدخلني جواه هو هيطعن. اوكي ف مش اي حاجه تشوفها تصدقها. كل التقنيات والحركات الوارده في الفيديوهات تتطلب وقتا طويلا جدا وتدريبا مكثفا للاتقان، لذلك يرجى عدم تجربه هذه الحركات في المنزل، ويجب ان تتدرب على يد متخصص في مثل هذه الرياضات، وهذا للتنبيه وإفراغاً للمسؤولية أمام الله.